ما فهمت. درت شنو؟ ساعي بريد لمن؟ للاستاذ محمود والاستاذ سالم؟ لا 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 فيكم يا غاليين. هي دعم احترم الاختبار. الاختبار هو كالاتي: اسلم يا اخي واحد يطلع من كل فريق قدامنا هنا. قسم بالله العظيم يا اخي اسمع يا اخي، كل واحد يطلع من كل فريق قدامنا هنا ويؤدي انشوده بصوته. ما عندنا انشوده. والافضل في الصوت وفي الحركات وفي التفاعل مع الانشاد. عيد سعود والدرجه 500 نقطه والحكام. انت ممثل وانت لا لا ركز يا محمود يا سعود. عيد حرام عليك، انت ممثل وانت مغني. نبغى بس شيء، نبغى صدى ونبغى تفاعل. شوف على الصوت وعلى الحضور والحركات. عيد اختمهم بخبرة سعيد. عيد يلا ادفنهم ادفنهم يا عيد. خبرة ثانية انا. احنا ما نقول مثل حساب ابو حزام. عندنا مش عارف ايش انت اللي بيأدي. لا 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 انتم من عندنا دعم. ما فهمت. يكون صدر شيخ تمثيل. يلا تمثيل. يلا خلهم يبدونهم. حبيبي حبيبي لا تزعلون، الان انا عندي صوت ومحمود صوت وسالم عنده صوت. احنا بنطلع واحد منكم وواحد منهم وبعدين انا بختار اسم ومحمود يختار اسم وسالم يختار اسم. عيد عيد اللي ياخذ اسم يختار اثنين من الحكام والفايز. يمثل ولا كيف؟ بينشد شوت شوت شوت. مالي دخل، ابغاك تبهرني. عيد 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 بالحركات والتفاعل. حزنا حزنا فرحنا بكنا كيف؟ انت اسلوبك فيها إجحاف. عيد تعال اقرب معي شوي. عطنا على قد عطنا على قد عطنا ما سرحها أنت. هم ممكن أن يحفظوا هذا المسرح. القائد صوتي خلنا نصر. القائد صوتي صوتية طلب صوتية بس مسرح. يلا يا عيد 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 كلهم باقي معنا 10 دقائق. يلا 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 تمام. يا ابو سعود عليها 500 ربط. شوف ابي اكتب لين منحه. يا قلبي بيقعد يكتب فاضي اي شيء. يا ربع ما لكم شو خلاص دخل مجموعته. ابو خيتان ولا قصورا بعيد بس عيد من زمان ما غنى وما تخصص في هالمجال. طيب غير اختار واحد غير ناصر. ليش ناصر؟ ليش ناصر؟ ليش ما له عيد يا رجال ما معه هو عيد خبرة 30 سنة. عيد وش أنت بيشلة أخواني باقي معي 10 دقائق. عيد عيد قلنا شلة أي شلة يا أخوان إيش فيكم؟ يلا يا عيد تقهوى يا عيال لا تصعبون على أنفسكم. سهلة أنتم جاهزين؟ والله هم جاهزين يا شيخ؟ أنتم جاهزين؟ جاهزين ابدأوا 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 جاهزين ابدأوا. بيتين تكفي؟ لا 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 الرجل مو بجاهز ابدأوا أنت. الرجال أنت جاهز؟ أوه صح خلي عيد يبدأ عليك الله راح يعيد. عيد راح تفضل يعيد. مبطي يا شيخ. يلا عيد. شوف انت يوم قلت قبل شوي ليش توقف ماني فاهم انا؟ تحزننا تبكينا تضحكنا توسعنا. طرى علي طاري اسلم قصيده عن الموت. يا سلام لا اله الا الله يحيي العدل. يا سلام اكثروا من ذكره. نعم مساعد اذا 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 الموضوع مناسب عادي مناسب بس تفضل خيار لك. هنا هنا قدامنا قدامنا. وين المسرح؟ يا اخوي بيعطونك صدى بس وقف مكانك. وقف وقف يلا 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 تفضل بس بامان يا الربع خليكم امينين يا الربع. يلا ولا شوف الرجال طيب خل الرجال يخش جو دخلنا جو كلنا فك القلاب. طيب يلا طيب يقول عشان يطلع 500 درجه دي ما تروح عليه يقول عشان يطلع يعني القلاب يكتمل اشوف شنو من ذا اليوم يا فيصل يا جبن حماد ابغى 500 نقطه لما ترجع مكانك. ظرف طارئ ايوه اجل هنا ما في طارئ برنامج راح يقرا من الجوال يقرا من الجوال يقرا من الجوال يا شيخ. الله الله يصلحك تجيب لنا كلام يا فيصل. والله اللي فاز لك يا شيخ مبارك. يلا يا استاذ عيد تفضل. الان مع الصوت الجميل الحضور الرائع الخبرة الطويلة في هذا المجال مع أخونا عيد سعود. ونعم ونعم يا أبو سعود دوس قصيدة للشاعر فهد مبلع إن شاء الله تنال إعجابك. بسم الله تفضل. صدق أذكر اللي غافل بالملذات اللي على الدنيا حريص ومشفوح بينك وبين القبر بس قولة مات وبينك وبين الموت بس طلعت الروح الله. بينك وبين القبر بس قولة مات وبينك وبين الموت بس طلعت الروح والروح له مع طلعت الروح سكرات الله. عزي لنا ما هي
سوالف ومزوح الشاهد الله صفوة الخلق به مات اللهم صل وسلم يلا عسانا مع أهل الخير باللوح الشاهد الله صفوة الخلق به مات يلا عسانا مع أهل الخير باللوح الله بيض الله وجهك صدق يا شيخ ركز يا سالم يا محمود سمعنا عيد الآن بنسمع الآن دحام وبعدين اختار لي اسم يا سالم يا دحام يعيد واختار لي يا محمود اسم يا دحام يعيد وأنا بختار اسم ركز على الموضوع يا شيخ في الموت الآن في الموت نجم زد رصيدك والمتألق بأخلاقه وصوته وأفعاله وكلامه وأخلاقه دحام الله 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 كفو يا أبو عبد الرحمن كفو أبو عبد الرحمن بما أنهم جابوا عن الموت بنجيب موضوع عن الصلاة اللي هي قبل الموت أحسنت 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 الله عيد هلا ضاقت الدنيا عليك وتشاويت خلق الله اللي بالرخا كان واجد ارفع يديك لخالقك لا توضيت وادعو تراك اقرب لا صرت ساجد وقت من اوقاتك للاوقات توقيت وسجل لنفسك في المساجد تواجد وابشر بفزعة حامي الدين والبيت اللي اهجدك من الهواجي ساجد الله يعطيك العافية الله وجهك يا ابو عبد الرحمن سالم سالم اعطني اسم يا سالم اتوقع ما في سالم يا سالم سالم تعطي من سالم يا سالم دحام محمود يعطي من دحام انت ما ضيع ضيع فيها ضيع فيها يا شيخ ضيع فيها محمود مخرج يعرفون ما يعرفون انا حبيب الله هنا هنا لا 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 انا عندي الشيخ تعال مجموعة عطرة يا بكي وقفنا سلم اجلس سلم على العيال الله يسلمك